بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ درس جديد وموضوع جديد في البرمجة بلغة جافا، وهو البرمجة كائنية المنحة، أو البرمجة باستخدام الكائنات، أو Object Oriented Programming. طبعا لما نشرح موضوع البرمجة كائنية المنحة، الموضوع له شقين تقريبا. شق منه يتعلق بهندسة البرمجيات أو تصميم البرامج، أنه متى نستخدم الأوبجكت وش الهدف من الأوبجكت، بغض النظر عن لغة البرمجة سواء استخدمنا جافا أو غيرها من اللغات الكائنية المنحة، لغات الأوبجكت أورينتد. فهذا موضوع مهم جدا، شو الفائدة من الأوبجكت، متى نستخدم الأوبجكت، كيف متى في البروبلمز، كيف تعرف أن البروبلمز أو المشكلة اللي تجيك أو السؤال اللي يجيك اللي يحتاج أوبجكت. هذا الجزء. الجزء الثاني من الموضوع أو الشق الثاني من الموضوع هو الشق التكنيكال أو التقني، اللي هو لغة جافا كلغة object oriented، كيف نقدر نعرف فيها class، وكيف الobjects، كيف نسوي فيها objects وattributes وmethods والأشياء هذه، وكيف نتعامل مع الأشياء هذه، technical details متعلقة بلغة جافا ولغة جافا فقط. إذن هناك موضوعين، في موضوع design وموضوع software engineering متعلق بهندسة برمجيات، وكيف تصمم البرامج باستخدام البرمجة Object Oriented Programming أو البرمجة كائنية المنحة. والشق الثاني هو كيف لما نقرر استخدام Object Oriented Programming، كيف أننا نكتب البرنامج بلغة جافا، كيف تدعم لغة جافا البرمجة كائنية المنحة أو Object Oriented Programming. طيب خلونا نبدأ بمثال عشان نحاول نفهم الهدف والغرض من البرمجة كائنية المنحة. طبعا ما راح اعطيكم كل الاهداف مرة واحدة، راح ناخذها يعني شوي بحيث ان شاء الله يعني نحاول نفهم الاوبجكت اورينتد بالتدريج. طيب افرض انه جاك سؤال بالشكل التالي: اكتب برنامج يخزن بيانات 3 طلاب ثم يطبع البيانات هذه. بيانات الطالب تتضمن اسم الطالب ورقمه الجامعي ودرجته. طيب البرنامج اول شيء راح يخزن بيانات 3 طلاب. البيانات هي اسم الطالب ورقمه الجامعي ودرجته. كل واحد من البيانات هذه واضح جدا أننا نحتاج variable أو متغير عشان نخزن فيه القيمة. فإذا عندنا اسم الطالب ورقمه الجامعي ودرجته، هذه 3 variables، وبما عندنا 3 طلاب إذا نحتاج 9 variables، 9 متغيرات. طيب بسم الله، خلونا نبدأ نكتب هذا البرنامج. أول شيء نبدأ باسم الطالب الأول، نقول string name one gets مثلا الطالب الأول اسمه أحمد. بعد كذا رقم الجامعي للطالب الأول، نقول int id gets، طبعا استخدمنا integer لأنه ما في فاصلة، int id gets مثلا 434 0 1 2 3 4. بعد كذا درجة الطالب الأول، ونختار double أو float لأن الدرجة ممكن يكون فيها فاصلة، فخلونا نقول float grade gets مثلا الطالب الأول أخذ 96.5. طيب وطبعا نحط هنا لما نجي نسمي الأسماء نحاول نحط رقم واحد عشان نعرف نفرق بين الطلاب. إذا هذه درجات الطالب الأول، نفس الشيء نسوي درجات الطالب الثاني. string name two gets مثلا علي، ودرجة id two gets مثلا 433 صفرين 1 2 3 4، وفلوت grade 2 gets مثلا نقول 80.0. الطالب الثالث string name 3 gets مثلا صالح، والاي دي 3 gets 434 0 1 2 3 4، ودرجة الطالب الثالث هي مثلا 88
ونص أو 0.4. طيب الآن سوينا الطلاب الثلاثة عندنا، سوينا درجاتهم، خزننا الفاريبلز وخزننا الدرجات. الآن هو طلب البرنامج إننا نطبعها. خلونا نعدل تعديل بسيط بالسؤال بس عشان ما يطول البرنامج علينا. خلونا نقول إنه يطبع متوسط درجات الطلاب. إذا السؤال اللي طلبناه قبل خلونا نعدل عليه، نقول نكتب برنامج يخزن بيانات ثلاث طلاب ثم يطبع متوسط درجات الطلاب. زين، متوسط الدرجات. بيانات الطلاب هي اسم الطالب ورقمه الجامعي ودرجته. طيب إذا المتوسط كيف نطبع المتوسط؟ طبعا راح نقول هنا نقول شو اسمه المتوسط، طبعا لازم يكون float أو double، فنقول float average AVR مثلا gets، عرفنا variable راح يكون متوسط الدرجات، gets grade 1 زائدا grade 2 زائدا grade 3، وبعد كذا راح نقسم، لازم نحطه بين أقواس حتى الأولوية تكون للجامع قبل القسمة، الأولوية تكون للجامع اللي بين الأقواس قبل القسمة. تقسيم ثلاثة، بعد كذا ننفذ البرنامج، عفوا نطبع system.out.println. بعدين نقول مثلا the average equals، نحط زائد هنا و AVR. الآن كتبنا البرنامج، انتهينا من كتابة من عملية كتابة البرنامج. الآن الشق القادم راح يكون تنفيذ البرنامج، حفظ البرنامج ثم تنفيذه. زين، طيب خلوا نسوي عملية كومبايل للبرنامج. سوينا كومبايل وانتهينا. الآن خلوا ننفذ البرنامج بشكل سريع، يعني حتى أننا نتذكر عملية التنفيذ، أو عفوا طيب كان خطأ التنفيذ شيء بسيط، بس أننا نسينا نضع F بعد الأرقام حقت الفلوت. بنفس الوقت ما حفظنا نسيت أحفظ الملف. طيب الآن حفظنا الملف وجاهز للتنفيذ. نسوي compile، بعد كذا نبدأ ننفذ البرنامج. خلونا ننفذ بشكل سريع عشان نتذكر كيف عملية التنفيذ. طيب الآن حجزنا طبعا stack والheap والمكان الـ evaluation حق expressions للتعابير، وهنا المكان اللي فيه الكونستانتس. نبدأ ننفذ، نبدأ طبعا تنفيذ دائما من المين. حجزنا variable name 1 وسميناه أحمد، وحجزنا حطينا فيه القيمة أحمد، وحجزنا variable id 1 وحطينا فيه القيمة الرقم هذا، وحجزنا variable float grade 1 وهكذا. حجزنا اللي بعده ونحجز الفلوت والvariable name 3 وid 3 وgrade 3. بعد كذا الآن جينا نحصل الـ average، راح نسوي evaluation للـ expression اللي على اليمين، نسوي عملية الجمع، ناخذ نتيجة، نجمع معها الـ grade 3، ناخذ نتيجة، بعد كذا ناخذ نتيجة نقسمها على 3، طلعنا الـ average. وإذا الآن بما أن هذا الـ average نسوي عملية نخزن القيمة في الـ variable AVR ثم بعد ذلك نطبعها. طيب هذه هي القيمة اللي راح نطبعها، the average is 88.2، طبعناها. طيب طبعا ممكن تلاحظون في مشكلة هنا في البرنامج، زي ما قلنا هنا مي مشكلة تقنية، يعني البرنامج يشتغل صحيح وشغال ونفذ لك، حليت السؤال يعني الحل، يعني حلينا المشكلة هذه. لكن يعني قد يلاحظ الواحد انه افرض ان البرنامج طلب منك 10 طلاب مثلا، قلك عندك 10 طلاب وليس 3، لاحظ انك راح تعرف variable name 1 و id 1 و grade 1 ثم variable name 2 و name 3 و name 4 و name 5
نفس الشيء ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 يعني راح تكثر عليك الفاريبلز زين راح تعرف عدد كبير جدا من الفاريبلز وراح تتلخبط بين الأسماء حقت الفاريبلز مضبوط. إذا حنا يعني من الواضح جدا لو تشاهد هنا إنه واضح إنه يعني أفضل لنا إن لو جمعنا بيانات كل طالب مع بعضها لوحدها، فمثلا جمعنا الاسم والاي دي والجريد للطالب الأول اللي هو أحمد مع بعضهم، وجمعنا بيانات الاسم والاي دي والجريد للطالب الثاني والاسم والاي دي والجريد للطالب الثالث، وخلينا الأفريج كما هو فاريبل لوحده منفصل. واضح الفكرة؟ إذن الفكرة هنا أننا نبغى نسوي حاجة ونسوي عملية بحيث أننا نجمع بيانات كل طالب لوحده منفصلة، وهذه أول فائدة من فوائد الـ Object Oriented Programming، أن راح نعتبر كل student عبارة عن Object، وراح نخزن بيانات كل طالب في الـ Object الخاص فيه. مضبوط. اذا كل اوبجكت عنده بياناته الخاصه فيه اللي هي اسمه، او كل طالب عنده بيانات خاصه فيه اسمه ورقمه ودرجته. لو تفكر انت اذا كنت طالب مثلا جامعي، لو تتذكر لما تروح تسجل عند الجامعه راح تعطيهم اوراقك عند عمليه التسجيل، راح يطلبون منك مثلا شهاده الثانوي، يطلبون منك مثلا بطاقه احوال، يطلبون منك اشياء كثيره الجامعه. طبعا لما تيجي تعطيهم الاوراق هذه يعني شيء مفروغ منه انك لازم تحط الاوراق هذه مع بعض في ملف اخضر، بعدين تروح تعطي الملف هذا للمسجل الشخص المسؤول عن تسجيلك في الجامعه. مضبوط. لو انك اعطيتهم اوراقك هكذا بدون ملف، وش المشكله؟ وش المشكله راح تصير؟ راح تضيع الاوراق ويصعب ترتيبه زين. فاذا انت راح تضع الاوراق كلها في ملف تعطيه للجامعة، بالطريقة هذه تكون مرتبة ومنظمة الأوراق مع بعض، ما تضيع أوراق كلها مع بعض، ما راح يدخل مثلا تدخل مثلا شهادة أحمد فجأة يعني يلقون شهادة أحمد مع يعني لو كانت أوراق بدون ملفات تلقى مثلا ممكن تختلط تكون عندك شهادة أحمد وبعدها بطاقة علي وبعدها شهادة أحمد، زي ما تكون مرتبة مع بعض. بينما إذا كان ملف الأحمد راح تلقى فيه الشهادة حقته، راح تلقى فيه بطاقة الأحوال، صورة بطاقة الأحوال، راح تلقى فيه كل الأشياء هذه مرتبة ومنظمة. هذه نفس الفكرة اللي نسويها في الكمبيوتر. هذه الفائدة الأولى من الأوبجكتس، إن نحاول ننظم ونرتب البيانات في الذاكرة. زين، هذه الذاكرة، هذه الميموري حقة الكمبيوتر. الميموري يعني كأنها غابة، يعني حجمها كبير جدا. البيانات راح تتلخبط لو حطيتها بدون ترتيب. فلو حجزت كذا variables variable variable راح تتلخبط مع كل ما كبر البرنامج، بدأ يكبر البرنامج كل ما تلخبطنا أكثر. فإذا نحاول ننظم العملية، نحاول نحجز كل مجموعة variables أو كل مجموعة بيانات نحجزهم مع بعض، ننظمهم في الذاكرة، وهذا هو اللي راح نسويه من خلال object oriented. طيب خلونا نهينا تنفيذ البرنامج هذا، خلونا نشوف نكتب نفس البرنامج ولكن باستخدام object oriented. طيب أول ما نبدأ في الأوبجكت أورينتد، أولا لازم نحدد ما يسمى بالكلاس زين عندنا. فنكتب كلاس، خلوا أضع بس فراغ هنا عشان يوضح. نكتب كلاس، بعد كذا اسم الكلاس مثلا. طبعا حنا هنا راح نضع بيانات طالب مع بعضها، فلذلك نسمي الكلاس student. ودائما طبعا زي ما قلنا يفضل اسم الكلاس، يفضل بقوة أن اسم الكلاس يبدأ كابيتال. فنكتب class student، نفتح قوس ونسكر قوس هذا عشان ما ننسى. طيب الآن عندنا ثلاث بيانات في عند كل طالب، اسمه، رقمه الجامعي، درجته. طيب كل بيان من البيانات دائما نضع له ما يسمى بالموديفاير زين. حاليا راح نستخدم الموديفاير public، فيما بعد راح نفهم وش معنى public، وراح نفهم وش القيم الثانية ممكن، وراح نشوف القيم الثانية اللي نستخدمها ونفهم الفرق بين القيم هذه، لكن حاليا راح نقول ان راح نحط public زين. بعد كذا الداتا تايب، نوع البيانات اللي هو string، بعد كذا name الاسم. ما نسند قيم، ما نسوي شيء، بس نسوي هذا. الان عرفنا ما نسميه بالاتريبيوت الاولى او الخاصية الاولى للاوبجكت اللي من نوع
للكائنات اللي من نوع student، انهم كلهم عندهم اسم. زين، الخاصية الثانية انه كلهم عندهم رقم جامعي، والخاصية الثالثة ان كلهم عندهم grade. طيب الان انتهينا من كتابة الكلاس، خلاص كذا كتبنا كلاس. دائما نكتب كلاس، كلمة كلاس اللي الكيورد كلاس، بعدين اسم الكلاس، نختار اي اسم، اخترنا هنا student، نكتب public، نكتب الاتريبيوتس. كل سطر من الاسطر هذه يمثل اتريبيوتس، هذه الاتريبيوت نيم، السطر هذا يمثل الاتريبيوت اي دي، السطر هذا يمثل الاتريبيوت جريد. الاتريبيوت نيم من نوع string، والموديفاير حقها public، دائما نستخدم موديفاير public زين حاليا يعني في الوقت هذا، اللي في ما بعد ان شاء الله نشوف كيف تغير. هذه الاي دي الموديفاير اللي من نوع انتجر، وهذا الجريد من نوع فلوت. طيب الان هل احنا حجزنا مكان في الذاكره؟ هل نقدر ننفذ البرنامج؟ لا طبعا. تذكر دائما، تذكر دائما خصوصا الان بما ان بدانا الاوبجكت اورينتد وصار عندنا اكثر من كلاس في الملف. زين لاحظ عندي كلاسين، عندي كلاس ستودنت وعندي كلاس ماي كلاس. زين تذكر دائما ان تنفيذ البرنامج يبدا من المكان اللي فيه المين. زين فاذا لو نفذنا البرنامج هذا ما راح ينفذ اي شيء. زين وكدليل على كذا خلوا اول شيء نعيد تسميه الكلاس هذه، نسميها تيست ستودنت 2 طبعا عشان كنا كتبنا الكلاس اللي قبل كانت تيست ستودنت، فنسميها تيست ستودنت 2 عشان نغير الاسم، ونحفظها في ملف نسمي الملف هذا تيست ستودنت 2.java. طيب حفظناها، الان خلونا نسوي كومبايل. سوينا كومبايل، خلونا ننفذ بشكل سريع. نفذنا، بدأ التنفيذ من المين، ما سوى شيء، انتهى التنفيذ. زين انتبه دائما، دائما يبدأ التنفيذ من المين، واضح؟ إذا نرجع مرة ثانية الآن، نرجع هنا ونقول أننا نرجع هنا نقول إلى الآن، إلى الآن إحنا ما كتبنا إلا الكلاس بس، إلى الآن ما بدينا نسوي أوبجكت من نوع الكلاس هذه. زين كيف نسوي أوبجكت؟ إيش معنى يعني؟ عشان أعطيكم يعني فكرة، عشان أوضح الفكرة هذه، تخيل أن عندك مخطط البيت. زين تخيل واحد يبغى يبني 20 بيت، شركة تبغى تبني 20 فيلا. زين أول شيء يسوون مخطط للفيلا، كيف شكل الفيلا هذه؟ كم عدد الغرف؟ كيف الأشياء؟ وين المطبخ؟ وين الصالة؟ الأشياء هذه. بعدين يبدون ينفذون ويبنون الفيلا. نفس الشيء احنا عندنا، أول شيء نبدأ نحدد كيف شكل الأوبجكتس هذه اللي راح نسويها، الكائنات اللي راح نسويها من نوع ستودنت، من نوع طالب. كيف شكل الكائنات هذه؟ مضبوط؟ نستخدم الكلاس، والكلاس كلمة كلاس معناها فئة. زين معناها فئة. فإذا نحدد أول شيء الشكل مضبوط، أو النوع كلاس فئة أو نوع، فنحدد النوع أو الشكل حق البيانات. بعد كذا نبدأ نسوي الأوبجكتس الفعلية. زين كيف نسوي أوبجكت؟ كيف نسوي ستودنت أوبجكت؟ نقول ستودنت اسم الكلاس ستودنت، بعد كذا أي اسم تختاره، زي نفس فكرة الفاريبل، نفس القواعد اللي ذكرناها في الفاريبل. مثلا نسمي اول شيء student مثلا شو اسمه x. زين او s1 مثلا، بعدين اسناد gets. زين نقول new، وهذه keyword new، لاحظ انه كاتبها bold يعني خط مختلف شوي، شو اسمه اغمق لونه، فنقول new بعد كذا student، ونضع قوسين فاصل مقطع. بالطريقة هذه الآن لو نفذ البرنامج راح يسوي لنا object اسمه s1 من نوع student، واضح؟ طيب خلونا ننفذ نشوف بشكل سريع، نحفظ ثم بعد كذا ننفذ، نسوي compile ثم ننفذ. الآن جاء سوالنا أول شيء ما نسميه بالreference s1، بعد كذا الآن جاي يسوي الأوبجكت، سوّلنا الأوبجكت من نوع student. إيش معنى إن الأوبجكت من نوع student؟ شوفوا وين راح انتقل هنا. لاحظتوا انتقل من الجزء هذا للجزء هذا، راح للكلاسيس،
راح يعني يستخدم الكلاس عشان يعرف كيف شكل الاوبجكت. الكلاس قالت له عندك string name، قام حط لنا string name attribute، الانستنس attribute الاولى، قام عندنا id من نوع integer، هذه الانستنس attribute الثانية، مضبوط، او property الثانية، الخاصية الثانية من خصائص الاوبجكت. بعد كذا سوى لنا float grade من نوع float، هذه الانستنس attribute الثالثة، هذا كله الاوبجكت وكل واحد من هذولا attribute. زين، وعندنا هنا الريفرنس، هذا الريفرنس S1، الآن أنهى الجزء اللي على اليمين. زين، الآن جاء عملية، طبعا ننسى هذه الخطوة فيما بعد إن شاء الله راح نشرح تفاصيلها، مو الآن. الآن أنهى عملية الالوكيشن أو الانستانسيشن، زين، عملية حجز مكان في الذاكرة للأوبجكت، حجز الأوبجكت في الذاكرة، الآن راح يربطه مع الريفرنس الخاص فيه. الآن ربط الأوبجكت مع S1، واضح؟ إذا الآن صار عندنا الأوبجكت S1 اللي هو عبارة عن student. زين؟ طيب، خلاص طبعا انتهى البرنامج، بس لاحظوا الآن فعلا سوينا أوبجكت، في اسم، في رقم جامعي، وفي درجة. بس برضه ما زال نحتاج أننا نسوي ثلاثة أوبجكت، لأن مطلوب منا ثلاثة students. زين؟ طيب، سوي نسوي الأوبجكت الثاني student S2 gets new student و student S3 gets new student. طيب الآن حجزنا ثلاثة objects. الخطوة التالية أن نعبي الأوبجكتس هذه بالبيانات. زين، خلينا نشوف أول شيء قبل ما نعبيها بالبيانات، خلينا نشوف كيف تم حجزها كيف يتم حجزها في الذاكرة. سوي كومبايل، نفذ البرنامج. سوالنا الـ S1، بعد كذا راح سوالنا الأوبجكت، مضبوط، سوالنا الـ Instance Attributes، بعد كذا الآن يربط الأوبجكت مع الريفرنس الخاص فيه. انتهى من تنفيذ السطر الأول، الآن انتقل للسطر الثاني، سوى الريفرنس S2، بعد كذا الآن انتقل يسوي لنا الأوبجكت الجديد S2. زين، الأوبجكت الجديد اللي راح نربطه مع S2، سوى الأوبجكت، سوى الانستنس اتريبيوتس اللي في الأوبجكت، بعد كذا الآن يربط الأوبجكت الجديد مع الريفرنس الخاص في اللي هو S2. الآن جاينا باقي لنا اوبجكت ثالث اللي هو S3، الطالب الثالث، سوالنا اوبجكت ثالث، لاحظ نروح هنا، سوالنا اوبجكت ثالث، طبعا المكان يمكن ما يسع، طيب سوالنا اوبجكت ثالث هنا اللي هو S3، سوى في instance attributes، كل مره يسوي الانستنس اتريبيوت بناء على الكلاس، لاحظ كل مره يرجع للكلاس، كل مره يسوي اوبجكت يرجع للكلاس عشان يعرف وش الاتريبيوت او البروبرتيز، الخواص او الحقول اللي موجوده في كل اوبجكت، وش الحقول او الخواص، ونسميها انستنس اتريبيوت او فيلدز او بروبرتيز او انستنس فاريبلز، لها عده اسماء للاسف، يعني تلخبط شوي، بس كل الاسماء هذه تدل على نفس الشيء المقصود فيها، الاشياء هذه ثلاثه الاماكن هذه، بس ما نسميها فاريبلز ابد، نسميها instance variables أو instance attributes، مضبوط، سويناها الآن، ونربط الأوبجكت الثالث بالرفرنس الثالث، هذا الأوبجكت الثالث وهذا الرفرنس الثالث، فنربط الأوبجكت الثالث بالرفرنس الثالث، وبالطريقة هذه سوينا ثلاثة objects من نوع student. زين، هذا الأوبجكت الأول، الأوبجكت الثاني، الأوبجكت الثالث، هذه ثلاثة objects، وهذه الرفرنسز لكل اوبجكت من الاوبجكتس هذه. لاحظ المنطقه هذه نسميها الهيب، والمنطقه هذه نسميها ستاك. زين، طيب الان وش الفرق بين البرنامج هذا والبرنامج السابق، مضبوط، خلونا نتذكر كيف البرنامج السابق كان شكله، خلونا نرجع لبرنامجنا السابق. طبعا الى الان ما اسندنا بيانات، لاحظوا ان هذه ما حطينا فيها بيانات، مضبوط، بس خلينا نشوف اهم شيء الفرق بين عمليه تنظيم الميموري، كيف الفرق. خلونا ننفذ البرنامج هذا بشكل سريع. لاحظ حجزنا الفاريبل الأول، حجزنا الفاريبل الثاني، كلها في ستاك، حجزنا الفاريبل الثالث،
عبيناها طبعا بيانات، حجزنا الفاريبل الرابع والفاريبل الخامس والفاريبل السادس، خلينا نسرع العملية شوي، والسابع والثامن والتاسع. زين، طبعا الى الان ما انهينا البرنامج حق الاوبجكتس، لكن خلونا نقارن بين طريقه الاوبجكتس وطريقه الفاريبلز. زي ما تشوفون هنا عندنا لعله يكون في فراغ كافي ان شاء الله نوريكم. احاول ان احطها جنب بعض بحيث ان لعله تكون يعني واضحه شوي. طيب على كذا واضح، لاحظوا هنا ستاك، المكان ستاك اللي هنا في فاريبل فاريبل فاريبل، فيه كم فاريبل عندنا؟ 9 فاريبلز، طبعا بغض النظر عن الافريج زين، بس الباقيه 9 فاريبلز. زين، واضح انه كل 3 فاريبل خاصه بطالب من الطلاب، فقمنا احنا نظمنا العمليه دي، حطينا ريفرنسز وحطينا اوبجكتس هنا في الذاكره. كل اوبجكت فيه ثلاثه ما نسميهم فاريبلز، نسميهم انستنس فاريبلز أو نسميهم instance attributes. واضح؟ فهذا الفرق بين البرنامج هذا، الطريقة القديمة اللي استخدمنا فيه الفاريبلز والطريقة الجديدة. كل ثنتين يحلن البرنامج بشكل صحيح، بس الطريقة الجديدة أنظم وأرتب من الطريقة القديمة. زي ما يعني تخيل عندك 10 طلاب، واضح أن الطريقة الجديدة أنظم وأرتب، مرتبين، مرتب الميموري أكثر. زين، خلونا نشوف البرنامجين بشكل سريع، نحطهم جنب بعض. هذا البرنامج الأول وهذا البرنامج الثاني. خلونا نستبس هنا شوي. طيب لاحظ البرنامج الأول حجزنا فيه variable و variable و variable، طبعا أسندنا القيم صحيح، هذا شيء يعني إلى الآن ما سويناه فيه هنا في البرنامج الثاني، راح نشوف كيف نسويه. بس لاحظ الفرق بين البرنامجين، يعني هنا فقط ثلاث خطوات استطعنا نحجز 9 أماكن في الذاكرة زين بطريقه منظمه مرتبه، بينما هنا حجزنا كل مكان 9 اماكن، الاسم والاي دي والجريد، بس طبعا ما انتهينا منها. طيب ابغى اتوقف هنا، الى الان ما اكتملت، ما انتهيت من البرنامج هذا، بس ابغى اتوقف هنا، ابغاك تراجع تشوف البرنامج هذا مره ثانيه، حاول تكتبه زين، حتى بدون ما اسندنا الى الان قيم، بس حاول تكتبه، تكتب برنامج زي كذا، تشوف كيف انك تسوي كلاس فيها اتريبيوتس، كيف تسوي اوبجكتس، تسوي عمليه الالوكيشن للاوبجكت، تسوي اوبجكت الاول والثاني والثالث، تشوف انه هذا الريفرنس وهذا الاوبجكت زين. تشوف الاشياء هذه بعد ان شاء الله المحاضره الفيديو القادم ان شاء الله راح نشوف كيف نسند قيم للاوبجكت هذه. هذه الاوبجكتس الان فيها القيم الافتراضيه الاساسيه، شوف ان شاء الله كيف نسند قيم للاوبجكتس هذه.